تقدم شركة منصور للسيارات سيارة شيفروليه الدبابة موديل 2022 في مصر بفئتين مختلفتي التجهيزات، تبدأ أسعارها من 288 ألف و200 جنيها مصريا، وبثلاث ألوان مختلفة هم الأحمر والأخضر والأبيض. إليك لنا مواصفات وأسعار السيارة بالتفصيل في السوق المصري، ولا تنسي الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. الفئة العادية بيسلاين 291700، الفئة العادية بيسلاين زائد الكمالية 296700، الفئة المكيفة هايلاين 320750، الفئة المكيفة هايلاين زائد الكمالية 325750. أبعاد السيارة: الطول الكلي 5303 ملم، العرض الكلي 1775 ملم، الارتفاع الكلي 1690 ملم، قاعدة العجلات 3095 ملم، الارتفاع عن الأرض 190 ملم، وزن السيارة الإجمالي 3700 كجم، سعة خزان الوقود 76 لتر، طول الصندوق الخلفي 2300 ملم، عرض الصندوق الخلفي 1700 ملم، ارتفاع الصندوق الخلفي 380 ملم. مواصفات الأداء والمحرك: سعة المحرك 2.5 لتر، قوة المحرك 79 حصان، عزم الدوران 176 نيوتن متر، ناقل الحركة يدوي 5 سرعات، نوع الوقود ديزل. عوامل الأمان والسلامة: تتوفر شيفروليه الدبابة موديل 2022 بعوامل أمان أساسية في الفئتين، مثل الفرامل السيرف الأمامية قرصية والخلفية طنابير، نظام صمام نسبي لحساس التحميل، وقضبان فولاذية بالأبواب للحماية. مواصفات الفئة الأولى بيسلاين من الدبابة: تأتي شيفروليه الدبابة موديل 2022 بعدة تجهيزات خارجية، منها كشافات أمامية من الهالوجين، مرايات جانبية بلون السيارة، اكسدامات بلون السيارة، جلوء معدنية مقاس 15 بوصة. وتأتي بمواصفات داخلية منها سماعتين، راديو ومشغل أسطوانات، منفذ أوبيك، منفذ AUX، تصميم داخلي رمادي اللون، دفاية هوائية، باور ستيرنج، زجاج مظلل. مواصفات الفئة الثانية هايلاين من الدبابة: تأتب بنفس مواصفات الفئة العادية، لكن يزيد عليها مصابيح ضباب أمامية، مقابض أبواب من الكروم، تكييف هواء، زجاج كهربائي.